السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يعني حاب أشكر القائمين على هذا الملتقى وأشكر حضراتكم لتخصيص هذا الوقت يعني لحضور ملتقى طويل بمدة 3 أيام. يعني إن شاء الله راح أحاول ما أطيل عليكم، خصوصا أنه الموضوع يعني مهم، بس راح أحاول أختصر قدر الإمكان لأنه لازم يعني أحكي يعني شغلتين أساسيات. يعني وأول شغلة يعني لما تحدثت زميلتنا جمانة وكانت عم تحكي على يعني دور السيدات والمرأة، ودائما هي جمانة لما تكون موجودة باجتماع هي وأختي نجلاء أصلا بتوتر أنا، فأنا قاعد على البنل فتحت البرزنتيشن كنت عم أتأكد أنه كاتب ومأكد موضوع دور المرأة بعمليات التنسيق، فالحمد لله كانت موجودة. هاي أول نقطة. النقطة الثانية إذا بتسمحوا لي، يعني أنا 10 سنوات عم بشتغل بالعمل الإنساني، وكمان وأنا قاعد على البنل كمان هذا بالصدفة دخل أستاذي اللي علمني أبجديات العمل الإنساني من 10 سنوات من لما كنت أنا بالسعودية، أستاذي ياسر السيد عمر، شفته لما دخل فحبيت أستغل وجودكم أشكره، لأنه هو بالفعل علمني هاي الأبجديات، وإن شاء الله يعني هذا الجهد اللي عم نبذله بمجال العمل الإنساني يكون يعني بميزان حسناته هو وأخوي براء بكار. الله يعطيك العافية ياسر. طيب الزملاء والزميلات، يعني مثل ما شايفين اليوم مهارات التشبيك وأهميتها في مجال العمل المجتمع المدني والإنساني. طبعا أنا أشرف مسلم رئيس اللجنة التوجيهية في رابطة الشبكات السورية، اللي هي رابطة الشبكات السورية مظلة لمجموعة من الشبكات اللي بتشتغل بالمجال الإنساني ومجال المجتمع المدني، موجودة في غازي عنتاب. يعني راح نحاول كمان سريعا قدر الإمكان نعرف مفاهيم عامة عن التشبيك، والآليات والطرق تبعه، وأهمية التشبيك والتحديات اللي ممكن تواجهنا من خلال عملنا بالتشبيك وبالمناصرة بشكل رئيسي وبالتنسيق، وكيف ممكن ينعكس بشكل آخر على مؤسساتكم أو شبكاتكم اللي بتشتغل بالمجال المجتمع المدني أو المجال الإنساني. طبعا يعني هو التشبيك مثل ما بنعرف هو وسيلة لتبادل المعرفة أو تبادل يعني الاحتياجات والحلول والمساهمة في نشرها وتداولها بين المؤسسات والمنظمات والشركات. كمان أحد التعريف للتشبيك اللي هو وسيلة لتقوية منظمات المجتمع المدني، لأنه التشبيك هو أحد أهم العوامل الأساسية تبعته، له هو موضوع المناصرة، تطوير القدرات، تخفيض التكاليف التشغيلية أو جمع الأموال والفندريزنج. كمان هو نوع من أنواع التخطيط والتعاون منظم بين طرفين أو أكثر، يعني كمان هي من تعريف التشبيك. الأهداف الرئيسية أو أهم الأهداف الرئيسية للتشبيك اللي هو بلورة البوزيشن بيبر أو بلورة مفهوم مشترك واضح بين أصحاب المصلحة. كمان نفس الوقت عندنا تجنب تضارب المصالح بين الناس اللي عم بتشبك مع بعض، إن كان مؤسسات أو على مستوى أكبر اللي هي الشبكات. أكيد أهم موضوع بمواضيع التشبيك هو الحشد والمناصرة، الأدفوكاسي للتأثير على أصحاب القرار والمناصرة للقضايا الإنسانية أو إذا كانت هي قضايا بتخص المجتمع المدني. طبعا في عندنا بناء مجتمع مدني وإيجاد مساحات وتنمية المهارات وبناء القدرات. كمان لما يصير في تشبيك بين أكثر من مؤسسة أو شبكة بصير في عندنا برامج لموضوع بناء القدرات وتنمية المهارات ضمن الشبكة أو المؤسسة. طبعا في مبادئ عامة للتشبيك اللي هي الديمقراطية، ما يكون في حدا بيستحوذ على حدا من خلال هي عملية التشبيك، أو يعني شراكة كاملة وملكية مشتركة، والاستقلالية والتقييم والمراجعة واحترام النوع الاجتماعي بالشبكات. هلا في عندنا آليات العمل في التشبيك. يعني التشبيك فيه مرونة لأنه في أكثر من نوع وأكثر من مدرسة لعمليات التشبيك. في عندنا بيقول لك التشبيك يعني هو يعني أكيد بيحافظ على يجب أن يحافظ على استقلالية المنظمة. ما بصير أنا أشبك مع جهة مانحة أو جهة لعمليات المناصرة أقوم أنا كجهة أذوب تحت هاي الجهة، فهذا ما صار في تشبيك، صار يعني استحواذ أكثر من أنه هو تشبيك أو تنسيق. طبعا في عنا يحافظ على مبادئ العمل المشترك. وأشكال التشبيك في شيء مركزي وفي شيء ممكن يكون على شيء أفقي بين مؤسسات أو مجموعات عمل أو فرق تطوعية. طبعا النتائج دائما اللي احنا متوقع من التشبيك لما تكون التشبيك عم بيتم يعني بعملية مدروسة ومخطط لها، أنه بيكون في عنا حد من التنافس بين منظمات المجتمع المدني، وهذا كتير مهم لأنه نحن يعني بالسياق السوري إن شاء الله رح نحكي عنه شوي إذا يعني حالفنا الحظ، كتير لما مؤسسات سورية تنافست مع بعضها
خسرنا يعني جزء كتير كبير من يعني المساعدات اللي ممكن كنا نقدمها لأهلنا بسوريا. طبعا تفعيل المشاركة في المنتديات وحملات المناصرة المحلية والدولية، هذا كمان هدف أساسي بعمليات الأدفوكاسي اللي عم تصير بالسياق الإنساني، لحتى نحن نضغط على يعني أصحاب الرأي، على الدول صاحبة القرار. الكروس بودر ريزوليوشن اللي صار من فترة كتير قريبة كان فيه عملية مناصرة كتير كبيرة لحتى نحن نحاول ما يكون في فيتو أو إيقاف هذا القرار، والحمد لله أنه ما توقف، كمل صح مدته 6 أشهر، ولكن يعني هي من حملات المناصرة اللي بتصير عن طريق التشبيك، إن كان من ضمن المؤسسات اللي عم تطلع بتجتمع مع الدول أو إن كان على مستوى أعلى اللي هو مثلا الشبكات والأجسام التنسيقية. طبعا توسيع دائرة التأثير، هذا اللي كنت عم بحكي عنه، إن كان محليا بداخل المجتمع اللي نحن عم نشتغل فيه، وإن كان بسوريا بشمال غرب سوريا، أو دوليا على الدول صاحبة القرار. طبعا تحسين القدرة على استجابة لقضايا المجتمع المدني والإنساني، لما يصير في نيد أسسمنت بتشتغل فيه المؤسسات كلها سوا وبتعبي تقرير الاحتياجات وبتطلع ورقة الاحتياجات، بيكون لما يكون في تنسيق بيكون أحسن والاستجابة بتكون أفضل. طبعا أهم عوامل التشبيك، لازم يكون في يعني إذا بدنا نعمل تشبيك لأي قضية لازم يكون في عندنا تحديد الأهداف الواضحة، أبحاث مختصة، إشراك المختصين. ما بصير أنا أعمل قضية، وهذا مرينا فيه كتير، تعلمنا طبعا من تجاربنا، أنه لما يكون في عندنا قضية مناصرة لموضوع مثلا سياسي لازم يكونوا السياسيين المحامين مخرطين. ما بصير نحن بس اللي بنشتغل بالمجتمع المدني أو العمل الإنساني، لازم نشتغل على كل القضايا ونصير نحن مثل ما بيقولوا بالسوري يعني أبو العريف، بنعرف في كل شيء. فموضوع إشراك المختصين كتير مهم، الميديا والناس اللي ممكن تغطي هاي الحملات لازم تكون موجودة ومنخرطة، وطبعا آخر شيء لازم يكون عندنا كتابة ورقة الموقف أو الستيتمنت أو البوزيشن بيبر. طبعا في عندنا تحديات كتيرة للتشبيك، ليش التشبيك ما بصير بالصورة اللي نحن بدنا إياها يعني أو أحسن بكتير؟ لأنه في عندنا يعني عدم الشفافية ومحاولة، يعني في شركاء بيكونوا بدهم يشبكوا مع بعض ما بيكون في بيناتهم شفافية كافية أو ما بيكون في ثقة، بصير كل واحد يعرف شو الخبرات اللي موجودة عند الثانية أو شو الموارد تبعهم. في دائما خلط بين التنسيق وبين التنفيذ والمراقبة للأنشطة. في عدم وجود ولاء كبير، يعني في ناس منخرطة بعمليات التنسيق لأنه هيك موضة، يعني صار هلا في شبكات لازم نحن ندخل بالشبكات، ما بيكون في عنده ولاء ولا بيكون في عنده جهد انه ممكن يبذله بعملية التشبيك وتقديم المصلحة الشخصية الفرد، يعني على تقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد او المنظمة. طبعا الثقافة المدنية السائدة ومدى تقبلها للحوار واختلاف، يعني دائما احنا باجتماعاتنا اللي عم نعملها على مستوى السوريين اللي بتصير يعني مشان الاستجابة الانسانية، في دائما ناس بتكون متعصبة لرأيها، ما بتتقبل الرأي الاخر وبتهاجم بعنف أي يعني شيء بيختلف معها. طبعا دور التشبيك في تنمية الشراكات، بحكي هون على الشراكات على مستوى مؤسساتكم، يعني المؤسسات، ويعني ممكن ينعكس بشكل أو بآخر على الشبكات. طبعا الإيجابيات من التشبيك دائما بيكون في عندنا وصول أكبر للتمويل، وبنعرف مصادر التمويل من وين، وكل ما نحكي كيف بيفكر من خلال التشبيك مع بعضنا. يعني أنا مؤسسة لما بشتغل مع مثلا USAID بعرف شلون بفكر، لما نروح على مؤسسة تانية تشتغل مثلا مع الإيكو أو بتاخد تمويل من الإيكو كمان ممكن يساعدونا بالكباسيتي بيلدينج، إنه هون بيركزوا هيك، فنحن بصير في عنا وصول أكتر لموضوع التمويل. التمدد والنمو، التمدد إنه بصير في عنا أكسس أكتر، لما أنا مؤسسة بشتغل بشمال غرب ما عندي حدا بشتغل بشمال شرق، بصير أنا في عندي تنسيق بينه وبينه، فبصير في عندي أنا وصول من خلال شركائي اللي عم بشبك عنهم، يعني مو فريقي بس أنا صار في عندي تمدد وصار في عندي وصول جغرافي أكتر. طبعاً بناء القدرات والحشد والمناصرة أكيد هذا يعني شيء أساسي بعمليات التشبيك. طبعاً التحديات في عنا بتعرفوا تحديات كتير كبيرة، كمان أجندة مختلفة، قضايا فوق القطاعية، يعني في شغلات ما بيتفقوا عليها كل الناس اللي عم بتشبك، فبيكون في عنا هذا التحدي. بناء الثقة كتير مهم بين الناس اللي يعني عم تقود عمليات التشبيك، لما أكون أنا شخص عم بقود عملية تنسيق أو اجتماع لهدف معين لازم بالفعل يكون كل الناس اللي قاعدين على الطاولة هم يعني في بناء ثقة، يعني مثل ما بيقولوا بالحد الأدنى. طبعا في عنا تنافس سلبي للأسف دائما هذا موجود، والتباين بالقدرات كمان، يعني لما يقعدوا على نفس الطاولة جهات بدها تشبك مع بعض وفي تباين بقدراتها،
هذا كتير بيؤدي لحتى انه يعني البوصلة كتير بتضيع، ناس بتحكي بمستوى معين وناس بتحكي بمستوى يعني اعلى، فما بتباينوا مع بعض وما بيطلعوا بالنهاية بحل. هلأ مهارات يعني العمل في التشبيك، او يعني اي مؤسسة لازم تشتغل بالتشبيك او يكون في عندها حابة انه تنخرط بعمليات التشبيك، لازم يكون في عندها شغلات اساسية، التفاهم والتواصل الدائم، لازم يكون في تفاهم مع شريحة كبيرة من المجتمع لحتى نحن نحسن نشبك معهم بشكل جيد، يكون في تواصل بيننا وبين الناس أكثر، دائما حسن النية هذا كتير مهم أن يكون موجود، وإزالة المخاوف والتخلي عن المكاسب الذاتية مقابل نجاح التشبيك. كتير مؤسسات موجودة هون بعرفها تدخل بعملية تشبيك هي بتعرف حالها رح تخسر موارد ورح تخسر وقت، إلا أنه بيكون في هم أكبر من هم المؤسسة اللي أنا بمثلها، بنخرطوا بالعملية وبدفعوا مصاري وبيحطوا من وقتهم ومن موارد مؤسستهم، لأنه في هم عام لازم بالنهاية يمشي. طبعا المواصفات الشخصيات اللي لازم يعني تشتغل بهي العملية كتير مهم يكون في عنده صبر وتحمل الأذى، التركيز على النتائج والخبرة في صياغة قصص النجاح من أعمال المؤسسة، لأنه التشبيك والشبكات أصلا أغلب أعضائنا بالشبكات يعني بقول لك احنا شو شفنا من الشبكة، يعني هو بيكون داخل على الشبكة اصلا مفكر انه رح ياخد تمويل، الا انه هو الشبكة هي عمليات مناصرة وكاباسيتي بيلدينج. لما يكون هو داخل بموضوع حاطه براسه انه انا بدي ادخل مثلا على شبكة اكس لحتى انا استفيد بموضوع التمويل واخذ تمويل من الشركاء اللي موجودين، فدائما احنا عم نحاول نشرح هذا الموضوع بشكل اكبر، انه لا ما في يعني ما في يعني نتيجة مباشرة للمؤسسة. التشبيك لما يصير على مستوى المؤسسات اي ممكن يصير تبادل مانحين، تبادل يعني كاباسيتي بيلدينج، اما لما يصير على مستوى الشبكات دائما بتحس حالها المؤسسه، وكثير من موظفينا بالمؤسسات، يعني انا بشتغل بمؤسسه وبنفس الوقت متطوع وهلا يعني متلبس برئيس اللجنه التوجيهيه برابطه الشبكات، كثير الموظفين عندنا بالمؤسسه بيسالونا احنا شو عم نستفيد من هي الشغله، ليش عم تبذل وقت وجهد بشغله يعني هم كموظفين بمؤسسه ما بيشوفوا النتيجة تبعها، إلا أنه نحن يعني بنؤمن بإدارة هاي المؤسسة أنه لا لازم نبذل جهد ولازم نبذل يعني كل ما بنقدر لحتى نحن نحقق أهداف على المستوى البعيد اللي هي موضوع المناصرة الإنسانية، ويعني طبعا التركيز على النتائج الخبرة في صياغة قصص النجاح والعمل مع مختلف الأعضاء. طبعا يعني هنا هذا السلايد هو السلايد تبع جمانة لإنجاح عمليات التنسيق والتشبيك بدون تكامل بين النساء والرجال، مستحيل يكون في عنا عملية تشبيك. نحن هيك هلأ وصلنا الحمد لله لمرحلة أنه دور المرأة بعمليات التنسيق والتشبيك كتير مهم، وبيعرفوا الزميلات السوريات اللي موجودين معنا هلأ كيف بنضغط من خلال رابطة الشبكات من خلال الأجسام الثانية، أنه إذا أنت ما في عندك سيدات بالشبكة وأنت ما بتأمن بدور هاي السيدات بالمجتمع المدني والإنساني ما لك مكان عنا، لانه نحن بالتيوار تبع الاس ان ال هلا موجود هذا الشيء بكل وضوح، اي شبكه بدها تنضم لرابطه الشبكات السوريه اذا ما عندها تمثيل نسائي على مستوى القيادات هذا ما بيسمح لها انه هي تدخل بهي الرابطه اصلا. فبنؤمن كثير بدور السيدات لانه بالفعل في رسائل، قد ما كان في عندنا خبره وقد ما كان مثل ما حكت جمانه نحن يعني عندنا هاي الخبرة، إلا أنه في رسائل عند السيدات كتير بزاوية بعيدة عنا نحن ما بنحسن نحكي عنها. من يومين بس يعني تأكيد على هذا الحكي كنا مجتمعين مع سكرتيرة الأمين العام للأمم المتحدة بغازي عنتاب، كنا تقريبا شيء 10 أشخاص في تقريبا 3 سيدات، حكينا وكنا محضرين طبعا وكل شيء، إجت سيدة واحدة حكت كلام يعني قالت له يعني قالت بالحرف الواحد للسيدة الموجودة سكرتيرة الأمين العام، قالت له شايف هذا الحكي كله اللي عم يحكوه هالشباب، هي كمان بنت يعني هذيك، قالت له انه كل هذا بتضربيه ضرب اثنين لاحتياجات السيدات، كل شيء عم يحكوه هو ضرب اثنين، لانه نحن الكارثه تبعنا طبعا بنحكي كنا على موضوع كروس بوردر ريزوليوشن اللي هو قرار عبر الحدود اذا توقف، قالت له كل هذا الحكي بتضربيه بضرب اثنين، انت ما بتعرفي نحن السيدات قد ايه متخوفين لا سمح الله اذا توقف القرار، بغض النظر عن كل هذا اللي بيحكوه اللي هو ما يعني هو نصف يعني التخوفات تبعنا. فالوجود كتير مهم، وبقمة الهرم التنسيق لهذا اللي عم نحاول نشتغل عليه باللجنة التوجيهية في عنا 4 سيدات هن موجودات ب يعني بإدارة رابطة الشبكات السورية. طبعا قصص نجاح على موضوع التشبيك على المستوى السوري كمان سريعا رح حاول أطول، يعني من العمليات التشبيك اللي صارت والتنسيق بين المؤسسات السورية هذا حجم الشركاء تبع سيريان كروس بوردر هيومانيتيريان ريزوليوشن اللي هو
الهوميتيرا فاند اللي بتوزع من الامم المتحده للاستجابه الانسانيه. هذا هي النتيجه تبعت اخر سنه. عندهم 64 شريك، في 65% منهم ناشونال ان جي او اللي هم سوريين، صار التمويل بيروح ل 40 شريك. في عندنا 15 اي ان جي او، 15 شريك اللي هو دولي، وبعدين في عندنا اليو ان وفي عندنا الهلال الاحمر. 185 مشروع اخذوا منهم، 138 مشروع المؤسسات السوريه المحليه، انا بحكي هون بس من اليو ان ايجنسي. وهون عندنا كمان 88.5 مليون اللي استلمته المؤسسات بنسبه 53%. هذا ما صار الا انه صار عمليات تنسيق كبيره، صار تقييم احتياجات وصار مناصره اكثر. دائما بنحكي مع الشركاء ومع المانحين ومع الامم المتحده انه المؤسسات السوريه اللي عم تشتغل مانون سب كونتراكتر، مانون هن موظفين، يلا اعطيهم هالسلل وخليهم، هم شركاء حقيقيين ولازم بمرحله من المراحل هم يصيروا الناس اللي عم تستلم تمويل مباشر من المانحين. هذا اللي عم نشتغل عليه. وصلنا لهذا المبلغ السنه الماضيه بس على النسبه هاي الاخيره كان 40% من التمويل عم بيروح للاي ان جي او، 15% بيروح للناشونال ان جي او، 15% كان. فالحمد لله هذا بعد الضغط والتشبيك والتنسيق صار يعني النسب يعني عم تزيد. في معنا ادوكيشن كانت ويت، مشروع كثير مهم من اليونيسف. المؤسسات السوريه كاتفت وراحت قعدت مع اليون ايجنسي وقالت لهم استنوا انتم هاي الشغله ما تفهموا فيها، هاي الشغله شغلتنا، المشروع لا يلزم يروح واحد اثنين ثلاثه بهي الطريقه. وفرضوا عليهم، كان عندهم بوزيشن بيبر موقف واحد، فرضوا على الوكيل وكالة الأمم المتحدة اللي بتهتم بأمور التعليم لحتى هم يشتغلوا المشروع مثل ما بدهم، وعززوا على أنه الملكية تبعت المشروع تكون هي ملكية سورية. طبعا توصيات سريعة، أنا بوصي الشبكات اللي بدها تشتغل بموضوع التنسيق والتشبيك، تنفيذ برامج لبناء القدرات الذاتية، بناء قدرة المؤسسة أو الشبكة كتير مهم، برامج لبناء قدرات الشركاء. لما أنا أكون عم بشبك مع جسم ويكون أو مؤسسة، مهم انه انا ابني قدراته من خلال كوادري. انا ما عم بكلف حالي اروح اجيب مشروع مع مؤسسه، من خلال كوادري انا عندي مثلا مدير مالي، عندي مدير برامج الى اخره، ممكن اعمل توأمة مثل ما بسموها يعني بالدول، توأمة بين المؤسسات لرفع القدرات. طبعا زياده الفعاليه في عمليات الفندريزنج لازم يكون كثير مهم، بناء الثقه والمبادره برعايه شراكات بين المنظمات على نطاق صغير قابله للتوسع. طبعا هاي للشبكات وهي للمنظمات أكثر. استثمار في بناء القدرات، بناء الموارد الذاتية، لازم كل مؤسسة تبدأ تبحث عن موارد ذاتية لها. موضوع الأوقاف كتير مهم، لازم المؤسسات تبدأ تفكر فيه واللي مشتغلة فيه وتبدأ تطوره يعني بأشكال يعني إبداعية أكثر. طبعا دائم لازم يبدأ ولا أقل. طيب لازم يكون في طبعا تكامل بين المنظمات المحلية والدولية وتعزيز نهج الشفافية. وفي العمل التنسيق والشبكات دائما إيمان بدعم الشبكات المحلية هو استثمار بمحله. الشبكات مثل ما حكيت الأثر تبعها ما ببين هلأ، ببين بعد فترة طويلة، والهم بيشتغلوا مثل ما بيقولوا على القوة الناعمة أو على يعني قضية دبيب النمل، بيناصروا لشغلة ممكن لو مؤسسة وحدة تشغلتها لحالها ما بتحسن تحقق فيها أي هدف. بما أنه ما في عندنا مانحين ومنظمات دولية فما رح أمر على هاي التوصيات. طبعا هذا خرائط لموضوع الميكانيزم تبع التشبيك والتنسيق اللي بصير بالأمم المتحدة، وين موجودين نحن كسوريين والقطاعات كيف، ما رح أمر عليها، مشارك معاكم يعني العرض. هذا الإطار التنسيقي، الـ HLG اللي هو أكبر جسم تنسيقي دولي موجود بغازي عنتاب، 50% اليوم هو من السيدات عم بيشتغلوا بيناصروا فيه، 50% بالضبط سيدات، 50% من الشباب اللي عم يشتغلوا، طبعا نائب المنسق الإقليمي. وهي كل القطاعات، هي منهج كل سوريا الاستجابة، وهي بعض يعني الآليات. الله يعطيكم العافية وآسف إذا طولت عليكم. وبصورة سريعة جدا تكلمت عن أهمية وعناصر عمل المرأة أو عدم الاستغناء عن هذه الميزة المهمة، القيمة الجوهرية عمل المرأة، الوصول أو الأكسس إلى مناطق قد لا يستطيع أن يصلها الرجل بفعالية عالية، التنسيق والتشبيك والمناصرة، التنمية وبناء السلام. تكلمت عن المرأة السورية والتحديات أمامها، التمييز السلبي، الانفصال أو المضايقة في العمل أو العنصرية القائمة،
أولويات الجهات المانحة فيها إشكالية ومحدودية التمويل. تكلمت أيضا عن الامتيازات أو تقديم مساهمات مجتمعية، قضايا لا تستطيع حلها إلا المرأة ودور المرأة في المقاومة، كذلك النجاحات تكلمت عنها وفي القيادة والتشبيك، مساحات مدنية، العمل مع المنظمات وتشكيل مبادرات مدنية وسياسية. وننتقل إلى الورقة الثانية وهي التغيير وأسس ومحددات، ولن أعرج على المعادلات الرياضية التي شاهدتمها في الشاشة، إلا أنه أعتقد نستطيع نلخص change or you will be the subject of change. غير أو أنت ستكون نقطة التغيير. فالتغيير مسألة ديناميكية لا يمكن أن نستغني عنها أو نغفل عنها. وممكن نترك الأستاذ الفاضل يلخص أكثر مني في نهاية الجلسة. تكلمنا عن الدبلوماسية الإنسانية، وما أدراك ما الدبلوماسية الإنسانية؟ وهي في ظل النزاعات القائمة الدولية، في ظل المواقف المتصلبة، النزوح الداخلي واللجوء، فأصبحت الدبلوماسية الإنسانية هي ربما الميزة الوحيدة المتبقية والمرتكز الأساسي للعمل الإنساني حتى يصلوا الناس إلى المتضررين بعيدا عن انحيازات أو التحيز أو المواقف السياسية. فكلنا جربنا في أكثر من بلد أنه بدون الدبلوماسية الإنسانية ولغة التفاوض لمصلحة المتضررين لا نستطيع أن نصل إلى نتائج مرضية. وهنا أتت فكرة الهيومانيتيريان برينسيبلز أو مبادئ العمل الإنساني التي لا لها علاقة جوهرية بالدبلوماسية. الأخ الفاضل تكلم عن النجاحات وقصص النجاح في يا إما الإفراج عن السجناء، يا إما معالجة الجرحى، يا إما الوصول إلى أماكن مختلفة. فشكرا جزيلا. ننتقل إلى الورقة الرابعة وهي مهارات التشبيك وأهميتها في مجال المجتمع المدني. وأتمنى أن نحاول نحصل على خلاصة من كل هذه النقاط بعد المؤتمر هذا، لأنها نقاط مهمة جدا يستفاد منها. التشبيك في سوريا، لو قارنا الوضع السوري قبل الأحداث لم يكن هناك عمل مدني يذكر في سوريا، ولكن نرفع الأخوة والأخوات السوريين القبعة، أصبحوا مبدعين ومنجزين الأعمال، نتعلم منهم ونستفيد منها إقليميا ودوليا. شكرا جزيلا. لن أدخل في تفاصيلها، دروس المستفادة واضحة والمنجزات واضحة. فتكلم الأخ حول تحديات التشبيك، وأحيانا فعلا we shoot ourselves on the foot، نعمل ضد بعضنا بعض ولا نحقق الفائدة القصوى من الموارد المتاحة، ولا نضع استراتيجية ناجحة في التعامل مع الممول من خلال إخطاءاتنا في التشبيك. فشكرا جزيلا للجميع، الأخت الفاضلة والأساتذة الفضلاء على ما قدموه.